الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لا شك الناس كلها حضرت وتابعت الفيضانات في بلدنا الحبيبة السودان، وكيف دمر بسببها المنازل وشردت الأسر المسلمة في هذه البلاد الطيبة. وأنا عندي ثلاثة كلمات فقط. الكلمة الأولى حول هذا الموضوع رسالة إلى من تضرر بهذه السيول والمياه الجارية. علينا أولا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء، ففي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه صلى الله عليه وسلم أمر يسوءه قال الحمد لله على كل حال. فالناس تقول الحمد لله على كل حال، كل من تضرر يقول الحمد لله على كل حال. اثنين، علينا بالصبر واحتساب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في القرآن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فأي إنسان أصابته مصيبة صغيرة أو كبيرة، فقد مال أو منزل أو وفاة إلى غيرها من المصائب، يقول ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وهنا في قصة سمحة جداً تناسب هذا المقام. أم سلمة رضي الله عنها صحابية الجليلة، لما توفي زوجها أبو سلمة رضي الله عنه قالت هي سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام إنه أي عبد تصيبه مصيبة، والمصيبة عامة موت، كسر منزل، أي مصيبة، فقد مال، عيال، إلى آخر، فيقول اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيقول الدعاء ده ربنا بجيره في مصيبته وبيخلف له خيرا منها. قالت فلما مات زوجي أبو سلمة رضي الله عنه قلت من خير من أبي سلمة؟ وده فيه دليل إنه هي متيقنة إنه لو قالت الدعاء ده ربنا بجيره في مصيبته وبيخلف لها خيرا من أبي سلمة، لكن استغربت منو خير من أبو سلمة، لأنه أول أسرة كانت هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أسرة أبي سلمة. قالت ولكني قلتها إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبه يخطبني إليه صلى الله عليه وسلم، فأخلفها الله خير من أبي سلمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. يبقى الدعاء ده يا جماعة لابد نتذكر ونقول والله ده أهم شيء. كذلك الصبر، ربنا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وعدم الجزع من قدر الله سبحانه وتعالى، نصبر ونزيد على ذلك أن نرضى بقضاء الله وقدره. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قيل له أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. عبد الله بن عمر قال لو كان لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ولنعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا. رابعا أو ثالثا، نعلم أنه بعد العسر يسر، ومش بعده، معه طوالي. ربنا قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس واعلم أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا، والفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. دي بشارة عظيمة، نتيقن تماما إن ربنا حيخلف لنا خيرا مما فقدنا وخيرا مما تركنا. ثم كذلك
آخر رسالة إلى المتضررين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع المعاناة عنهم جميعا عن جميع المسلمين. نراجع أنفسنا يا جماعة ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ربنا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أي مصيبة تصيبنا معناته نحن عملنا شيء غلط، وأنا زودت معاكم نحن عملنا شيء غلط. عشان كده العباس لما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع وقال له أدعو ربنا ينزل المطر، والمطر ما نزلت، فقال اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، اللهم تبنا إليك فنزل المطر، فسقنا فنزل المطر كما في صحيح البخاري وفتح الباري. طيب، فلازم نراجع أنفسنا، وأول ذنب ممكن يقع فيه أي إنسان حتى خاف منه الأنبياء، هم ما بيقعوا فيه الأنبياء معصومين منه لكن خافوا منه. إبراهيم عليه السلام خاف من الشرك، وده هو أعظم ذنب لنا قصده، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والشرك راقد في البلد دي، كم قبة تعبد، كم ضريح يستغاث به ويتبرك به ويطاف ويذبح له من دون الله سبحانه وتعالى، ويناد الشيوخ ويناد الفقراء ويناد الأولياء في البلد دي وفي غيره. ده سبب المصائب. سبب المصائب هو الشرك بالله. ما أنا ما بقول الناس هم كفار ومشركين، لا، إن شاء الله إذا تابوا ورجعوا وسمعوا كلام التوحيد والله حالتهم تتحسن أكثر من أول، لكن أنا بقول في شرك في البلد دي وفي غيره. وأصلا إحنا ما بندس النصيحة، لأنه المثل بيقول لك أسمع كلام اللي ببكيك وما تسمع كلام اللي بضحكك. اللي بيجي بغشك من الأخوان المسلمين أو الصوفية أو كده، نقدر يغشك ساي. أنا بقول لك النصيحة، الشرك ده موجود في قبب، أي آلاف القبب في البلد دي، أي يبقى في شرك. القبب دي بنوها ليه؟ ما بنوها عشان الشرك ده. فالناس اتقي الله سبحانه وتعالى وتتوب من دعاء غير الله. وربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كثير من البيوت معلق فيها حجبات أو صرة بتاعت كمون أو كيس كمون، ده شرك، دي تميمة بالشرع اسمها، هم بسموها حجاب لكن في الدين بتسمى تميمة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من علق تميمة فقد أشرك، علق في البيت في العربية على الشافع الصغير عشان ما يصيب العين، ده كل شرك، والله اللي بيحفظ من العين. قال تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الكلمة الثانية للمجتمع عموما والمسلمين في الداخل والخارج، أقفوا مع أخوانكم، أقفوا مع أخوانكم ديل من المؤمنين والمؤمنات المضررين بالمال بالنفس بالدعاء، والدعاء أعلى وأفضل شيء، وسعدهم بالمال وهم في أمس الحاجة إلى مساعدة المال أيضا في هذه الأيام من الخيم، ويساعدون في بناء بيوتهم اللي اتكسرت، ويساعدون في الطعام والشراب والكساء وكذلك الدواء والعلاج إلى غيرها من أنواع المساعدات. وأنا أديكم حديث عجيب قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحيح كما في صحيح الجامع للألباني رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب عبد مسلم، سرور تدخله على قلب عبد مسلم أو تكشف عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولئن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها له أحب إلي. شوف الرسول يقول شنو، أحب إلي، تمشي في حاجة أخوك تتم لي حاجة المحتاج لها، أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا مسجد المدينة شهرا، مع أنه صلى في مسجد المدينة بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والاعتكاف والصلاة وقراءة القرآن والدعاء وقيام الليل وصيام النهار إلى آخره. تمشي مع أخوك في حاجة تقضيها له إن شاء الله تأكله ثمرة واحدة بس، أحب مما تعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم شهر كامل. قال ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. كذلك
الكلمة الثالثة والأخيرة الأحزاب والجهات على ما تتاجر بهذه القضية، لأنه مرت فيضانات كثيرة، في ناس بيجيبوا أموال من برا ومن جوا بوصلوها للمحتاجين والمتضررين بأسر الفيضانات، وفي ناس تانيين كمان بدخلوها لأغراض حزبية رخيصة سياسية دنيئة، والناس بتموت من الفيضان، ارفع شعار الفيضان تجي القروش بدخلها بجيبه، شركة أولاد فلان، شركة فلان بموضوع الفيضان. يا ناس اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله وخافوا من الله سبحانه وتعالى، واعلم إنه أي جنيه تدخل على نفسك فالنار أولى به. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. نسأل الله يرفع المعاناة عن أهلنا جميعا، وأن يغفر لنا ولهم، ويتجاوز عنا وعنهم، وأن يبدلهم دورا خيرا من ديارهم التي فقدوها، ومالا أكثر وأبرك وأخير مما فقدوه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمر الجميع، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.